هو بيوصل للناس بشكل كبير جدا، حضرتك اكيد عارفه يعني السوشيال ميديا والشارع بيتكلم بشكل كبير جدا عن الاستاذه الكبيره سلوى عثمان في كل دور بتقدمه، وحاله الشجن اللي بتخش فيها وبتوصل للناس بصدق كبير جدا. يعني مش هسالك طبعا ايه التراكمات اللي بتوصلك لان انت تخشي في الحاله دي، لا بس كل واحد بيبقى عنده حاجات خاصه بيه يعني. لا هسالك عن الكواليس والتحضير مع المؤلف والمخرج، هل مثلا بتقعدي مثلا معاهم بتحضروا بطريقه معينه، تريكس معينه كده، شويه عناصر في الشخصيه اللي بتقدميها بتحطوا لها كده اي بي سي 1 2 3، شخصيه لازم تعمل كذا، لازم تتحرك بالطريقه الفلانيه، تتكلم بالطريقه الفلانيه، وفي نفس الوقت بتقعدي مثلا لوحدك شويه قبل كل مشهد عشان تدخلي نفسك في الحاله دي، حاله الشجن والتراجيديا؟ اكيد طبعا قبل المشهد لازم، يعني ما ينفعش ان انا مثلا اقعد اهزر واضحك وكدهوت مع زمايلي وانا داخله بعمل حاله كلها حزن. فبقعد لوحدي كده مع نفسي، حتى اي حد بيتكلم بيبقى انا قاعده بعيد لوحدي، مفيش ما باخدش ودي من حد في الكلام عشان خاطر لما اخش ابقى يعني في ناس مثلا بتقولي ايه، لا ما تشحنيش بدري كده، لا هو لازم يبقى بدري كده عشان على بال ما توصلي قدام الشاشه تبقي دخلتي في الحالة بشكل كبير، بحيث انك انت تعمليها زي ما المفروض تتعامل. وطبعا احنا قبل كده قعدنا مع استاذ اسماعيل فاروق وقعدنا مع استاذ محمود حمدان وطبعا مع القمر بتاعنا احمد العوضي، قعدنا عملنا بروفات كلنا مع بعض ككاست يعني، وكل واحد حتى اتكلم عن شخصيته يعني اللي شايفه في الشخصيه. يعني كل واحد قال مثلا انا حكيت عن اللي انا شايفاه جوه ماجده. طب انت شايفه ماجده ازاي؟ حضرتك شايفاها ازاي؟ شايفاها بسلبياتها بايجابياتها؟ بصي، هي انا الست دي عجباني جدا لانها الست المصريه بتاعتنا فعلا، اللي هي اولا هي ست مش غنيه، بالعكس دي ست بتبيع خضار وبتاع وعلى قدها، ومع ذلك ما شاء الله يعني كبرت 2 رجاله. بس هي العقده اللي عندها احساسها بانه في حد ظلمها وخد يعني خلى جوزها يموت ويتحرق في المحل وكده، فهي يعني ضد عبد ربه على طول الخط لانها عندها احساس ان هو اللي عمل ده، لان كان في شويه كده خلافات ما بين جوزها وما بين عبد ربه في الاول خالص. فهي الحته دي عامله لها ازمه نفسيه جواها، وحاسه ان هي لازم ولادها يبقوا برضو عندهم نفس الاحساس عشان خاطر يجيبوا حق ابوهم. لكن انا بشوف ان الانتقام يعني مش هو ده الحل، هو الحل انك انت بالعكس تبقي انت كويسه والولاد دول بيتقدموا ويبقوا رجاله كويسين ويبقوا نافعين للمجتمع وكده، ده احسن من الانتقام، ده احسن رد على حد ظلمك. بس طبعا جوه يعني الست المقهوره على جوزها ده غصب عنها يعني.